أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ألم يجعل للأرض أرض مهادا والجبال أوتادا فخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سعادا سديدا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا لا نرجى به حب ونباتا وإن يوم الفضل كان ميقاتا يوم ينفخ في صور فتأتون أفواجا وافتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إنا جعلناك نجما مرصودا لتوينا مآبا لائذينا فيها أحواجا أحقابا لا يمذونا فوق فيها برتادا وسرابا إلا حميما وغساقا. جزاؤه وفاقا إنكم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كتابا فكل شيء أحصيناه كتابا فاذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حتى إذا وعنابا وكوا إيبا أدرابا وكأسا نذيهاكا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما ينهى بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم ذلك اليوم الحق ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه وما أبى إنا أنذركم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.